لكاس العالم، لكن هاخد حضرتك من الشامبيونز ليج لبطوله كاس العالم والعرب وفرصهم في بطوله كاس العالم، وابدا مع نسور كرطاش طبعا منتخب تونس. وازاي حضرتك شايف فرص منتخب تونس في مجموعته الصعبه في كاس العالم؟ باش نكونوا منطقيين، خاطر نحن العرب عندنا مشكل اخر، عندنا مشكل في بعض الاوقات عقده النقص تنادينا نستنقصوا من انفسنا، وعندنا نقطه ثانيه وعاطفيين الى حد يعني افلام عبد الحليم وشادي. فنكونوا واقعيين، واقعيين بمعنى انه ثم هذه ثم امكانيات فعليه لكل منتخب، ثم في رق امامك في المجموعه، منتخب تونس على الورق، ثم انجلترا وبلجيكا، هذوما الدول يلعبوا على كاس العالم. هذا المنطق. منتخب التونسي انا كتونسي ما اطالب به انه ينتصر على بنما ويؤدي بشكل ممتاز امام بلجيكا وانجلترا، حاول مثلا ما يخسرش المباراتين، واذا جاء امل في التاهلي ملاه في الاخير الكره دواره، لكن منطق الكره نحن في مجموعه حابي بها فيها بلجيكا وانجلترا، شكون الاول ومين الثاني؟ هذا المنطق، معناها كوره بعيد فكك عن العواطف. رغم ان الفريق التونسي بالاسماء الجديده لاعبين في المعجر مثل ياس خيري قاد مونبيليي او الخاوي او الحارس معاذ بن حسن او بن عنوان في وسط الدفاع، متاكد باش تحسن برشا لانه لاعبين وتكوين اوروبي وتجربه كبيره في اوروبا. هذه مثلا المنتخب المغربي في مجموعه الديربيات تقريبا، المغرب البرتغال واسبانيا معاهم ايران. المغرب تقدر تعمل حاجه وتطمع شريطه الفوز في الماتش الاول ضد الفريق الايراني، والفريق الايراني مستاهل، فريق منظم، فريق قوي مع كارلوس كيروش، فريق دفاعه قبل كان هدف واحد في التصفيات او اثنين في الماتش الاخير مع سوريا، فريق ما مستاهل منتخب ايران، لكن فريق المغربي معناها بعد اثنين كاس العالم اللي يجيبوا ربي مبروك نقول نحن، المهم العوده للكره المغربيه بعد سنوات الجمر. بالنسبه للفريق المغربي ايضا الاختيارات تقول اسبانيا والبرتغال، ولكن على مش كل شيء ممكن، وتبدوها الفرق العربيه مثلا عبر تاريخ كاس العالم، السعوديه لما ربحت بلجيكا، تونس لما ربحت المكسيك، مصر وقت وقفت هولندا، الجزائر كسبت المانيا، يعني باب المفاجات يبقى ممكن ما نستبعدوش. طبعا تربح بلجيكا او تفاجا او البرتغال تخسر المغرب، على مش كل شيء ممكن، المهم نلعبوا من غير عقد بين الاثنين. بالنسبه للمجموعه العربيه اللي نسميها مع روسيا واوروغواي، طبيعه المباريات هذه الفريق الروسي ممكن يستخدمه كفريق مقدور عليه، انا نشوف الفريق الروسي فنيا وشوفناه في كاس القارات، يعني ماهوش الفريق اللي ما يتغلبش، لكن عنده ظروف تخدم صالحه، انه البلد المستضيف بالظبط، اللي تعرف يعني في بطولاتنا القاريه والعالميه الفيفا ما يكثر ذلك، انه فيفا عامة دولة مثل الروس العظمى وفي بلادها وصارفة مئات المليارات بس تخرج من الدور الأول. صعب شوية في الكولة الثانية، ممكن روسيا تستفيد من اللعبة هذه، فأنت الفريق الأوروغوياني فريق عنده نجوم معظمهم بين الإيطالي وبين الليغا ونجم سواريز. الأوروغواي ماهوش البرازيل، ماهوش الأرجنتين، تقاليده ولعبه يعتمد على اللياقه البدنيه والاندفاع القوي، خاصه طبيعه الكره في الاوروغواي، ومنتخب قوي، ولكن انا عمري ما اعتبرته المنتخب العالمي، يعني كما قلنا نتفقوا ماهوش المانيا، ماهوش ايطاليا، ماهوش هولندا، ماهوش البرازيل او الارجنتين، مصر والسعوديه. الايجابي ممكن ايجابي ان المباراه الثالثه بيناتهم، يعني وقت تتضح امور يشق طريقه يكون السبيل. السعوديه عندها تاريخيا تعرف عمرها ما تخسر من الفرق العربيه في كوستا ريكا، تعادلت مع تونس، ربحت مصر في كاس القارات في الماتش الشهير في 99، ربحت المغرب في 94، حتى على مستوى وقت الاهلي الكبير لعب ضد الاتحاد في مونديال الانديه، الاتحاد ربح. يعرفوا يلعبون على النفسيه كعرب افريقي، ويعرفوا يمشوا امورنا المنتخب السعودي والانديه السعوديه، يعني كانوا مدرسين مليح، وتعرف الكره السعوديه عندها تقاليد متقدمة برشا ويتحملوا الضغوط، لانهم كما مصر عندهم الضغط الجماهيري كبير وعندهم ضغط الاعلام، الاعلام قوي برشا في مصر والسعوديه، الاعلام الرياضي معناها متعودين بالضغوط. كابتن عصام طبعا يعني تقديرات ممتازه، شوف
يعني طبعا يعني انا يعني حضرتك يعني تحليل اكثر من رائع. طبعا حضرتك اتكلمت معايا في كل الامور الخاصه بالتشامبيونز ليج او بكاس العالم، بس انا طبعا يعني ما ينفعش ان حضرتك تكون موجود معايا واحنا عارفين يعني طالعين في قناه الاهلي، بس احنا